أختي وزلت النقطة، وصلت النقطة، وصلت النقطة، قلت أنا غادي نموت وخلي ولادي برايا، بغيت نموت أنا وياه. بحال كنحس بحال غنسافر أنا ولادي، أنا وصلت النقطة غنموت، كيفاش غنخلي ولادي برايا؟ واخ واخ اصبر وساعدني الله يستر عليك. مشاهدينا الكرام، هذا هو واقع الحال. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخ محمد. الأخ محمد مغربي ومن الجالية المغربية، عنده حوالي 33 سنة وهو في إيطاليا. مشاهدينا الكرام، محمد مشى لإيطاليا وهو عنده 15 سنة. الهدف ديالو اللي كيتمنى بطبيعة الحال أي مغربي، أنه يعيش حياة سعيدة، يكون بها أسرة ويساعد العائلة ديالو. كيفاش غادي تغير عنده الدنيا لما هو أسوأ؟ تبعوا معايا. محمد، مشيتي لإيطاليا ملي عندك 15 سنة، غادي تعاود معايا القصة ديالك من الأول حتى لهاد الكارثة اللي كنشوفوا فيها الآن. القصة ديالي، ولد 15 سنة هاجرت لإيطاليا من بعد 5 سنين وأنا في المعاناة، صوفيت راسي. ومن بعد ما صوفيت راسي هذيك 15 سنة، أول حاجة اللي بانت لي نقض خوتي 4، خواتاتي 3، هي 7، صوفيتهم، جيتهم للطليان، وبان ليا الوالد ديالي اللي كنت نتمنى يمشي للحج وما كانش في استطاعته، كان فقير، صيفطته للحج. من بعد الحج جيتو عندي لإيطاليا هو والوالدة على خير وبخير. ومن بعد ليه انايا مسك عليا الله، جبعت شويه الفلوس، بقيت غندير دار ديالي انايا كيما الناس. تعرفت على واحد المراه في الطاليان وراجلها، في الاول كراو كريت ما عندهمش شقه مده 4 شهور. في التالي طرحوا عليا ان غيبيعوها، قلت اللهم ناخذ هذيك عجبتني. خديت من عندهم المراه، باعت لي الحانوت والراجل باع لي الشقه. الناس اللي تلاقيتي بهم في الطاليان فين شريتي عندهم؟ واش في الطاليان ولا في المغرب؟ لا، شريت مع عندهم المغرب، غير هما خداو فلوس في ايطاليا حيت ما عندهمش طريقه باش يخرجوها، خداوها من عندهم اورو باش يشراو بها المنزل ديالهم في ايطاليا. هادو اللي طرحوا عليا انا ما كنتش عارف، قلت ماشي مشكله. المهم هما الناس كبار في السن، قلت انا دايرين بحال والد بحال ولدهم. كتبت ما جينا هنا، كتبنا، عطاوني دايرين معايا عقد بيع وكاله، وعطاوني فوتوكوبي ديال الكارطات ايغاليزي. من بعد يومين كنتفاجئ، اعتقلوني البوليس بدون سبب، بدون سبب. الوقت اللي تعتقلت ما عرفش اشنا هو السبب اللي هو ثابت عليا بان انا درت جنحة النصب، داروا لي بان النصب، انا ما نصب ما عارف والو. من بعد دوشت الجلسات مدة 3 شهور وانا في الحبس، عانيت، تكرفست، وليت انا هذاك اللي في الحبس، انا كنغسل لهم رجليهم باش ما نتاداش. انا داخل ما بلا منتف ولا والو، غنخرج مضروب ولا شي حاجه، المجتمع ما غيرحمش، غيقول هذا شمكار ولا هذا دار شي حاجه ماشي تا اللي ما غيتيقوش. انا اضطريت نصبر، وعندي جنسيه بسبب الجنسيه ناسيوناليتي ايطاليانا، وعندي باسبور مغربي، وخرجت بالبراءه. اللحظه اللي انا خرجت بالبراءه لقيتهم في هذيك اللحظه استغلوا الفرصه، داروا الهبه لبيناتهم. الشقة اللي كنت انا مشاريها مع هذا الراجل دوزها لمرته، والحانوت اللي كشريته مع هذه المرأة لقيتها دوزها الراجلها. انت من شريتي عندهم؟ شريتي عندهم بعقد، بعقد ايغاليزي قانوني، داروا معايا وكالة مفوضة ان لا خصت شي وثيقة ولا شي حاجة، عطاوني لي فوتوكوبي ايغاليزي، ما ربي يحتاجوا لي في بعض الادارات عندي كنطابقوا مع الوكالة. ملي خرجت لقيت بانهم داروا الهبه لبيناتهم، ما لقيت حتى شي حاجه. واخا هما دابا اللي داروا بك انت شكايه على النصب، وانت عندك العقد، وهذيك الفلوس اللي عطيتيهم كاينه في العقد؟ كاينه في العقد، مكتوبه في العقد، هما العقود كاينين فيهم الاثمنه. شي حاجه خضوها نوار على ود الضرائب ديالهم هما، ما هما قال لك اودي الا ديكلاري بكل شيء غنخلصوا الضرائب. حنا شرينا نهار الاول قل من ذاك الثمن باش ما نديكلاريش بكل شيء على ود الدخل الضريبه. انا قلت انا ما عارفش، انا ما كبرتش هنا في المغرب، انا ولدت 15 سنة وانا عايش في اوروبا. تيقتهم ان بحال ولدهم، دارين بحال ولدهم، قال هكا عقد زياد، هكا فوتوكوبي ديال الكارت ليغاليزي، ها الوكاله، ها العقد. هذيك الساعه انا ما عرفتش. شحال شريتي الدار؟ الدار خديتها ب 50 وديكرارو غير ب 20،
والحانوت خديته ب40 ديك راه له ب30. ملي انا تعتقلت وخرجت دمرت ما بقيتش عارف اشنو غندير. رفعنا دعوى بانهما اللي نصبوا عليا حكمت عليهم المحكمه ب8 اشهر لكل واحد منهم والغرامه والغاء. 8 شهور نافذه ولا موقوف التنفيذ؟ موقوف التنفيذ ما عرفتش انا يا استاذ انني علاش انا بدون دليل بدون ما دير والو اعتقلوني هما اللي عندهم ثابت عليهم النصب والاحتيال اعطاهم غير سورسي. هذيك الشيء تيبقى الراي ديال المحكمه انا ما قدرتش ندخل ولكن انا دمرت ضاعت لي الخدمه ديالي المورال ديالي ما بقيتش حد انسان اللي هو كيف كنت في الاول وليت عايش بحال الهبيل اللي من 2010 حتى 2022 محكمه استئناف محكمه الجنحيه نصفتني عطاتني بالبراءه وحكمت عليا بالبراءه لصالحي بالنسبه للتعويضات والمحكمه الملف المدني حكم ضدي اعدمني ما عرفتش اشنا هو السبب. نفس الهيئه نفس المحكمه ونفس المدينه كل محكمه ماشي نفس الهيئه نفس المحكمه مختلفه غير الهيئه الجنحي والمدني. انا ما عرفتش كيفاش غادي نكمل هذا المسار ديالي. انا دابا عندي ولادي 4 في ايطالي ومراتي دابا مراتي ما عارفاش حتى كيفاش خرج تقدا ليهم ولا كيفاش المرضى فين ديهم وعندي الوالده شد الفراش. انا دابا حاليا وصلت الدرجه ديال عندي المحكمه غادي انتحر انني تحديت ما بقاش عندي شي صبر اخر. صبرت العام الاول العام الثاني العام الثالث حتى ولادي ما بقاش عاطين ديك الحنانه ديال انني انا الاب ديالهم. واش هما كيهضروا معايا وانا مدمر بحال غير جثه جالسه قدامهم. حتى المراه عندي ولات هي في بيت وانا نعس في الطنابله برا وليت مهاجر انني ما بقيتش داك الانسان. الصوره راه هو داك الانسان الداخل ديالي ماشي هو داك الانسان. حتى ملي كنكون جاي من العمل الخدمه جاي للدار كنفوت الدار وكنوقف باش كنستوعب ان الدار فين كاينه. ما بقيتش مركز اصلا. انا بهذا السبب ديال هاد الناس اللي هما حطموني وادوا لي رزقي وصيفطوني للحبس بدون منتف. انا كبرت في اوروبا صفاوني عاونوني عاملوني بحال ولدهم. انا دابا حتى في الخدمه ديالي تندير بزاف الاحداث كون ما عاودتش لهم القصه ديالي كانوا غيطردوني من الخدمه. ما كاينش اللي غيصرف على والديا وعلى ولادي. انا الام عندي 75 سنه شاده الفراش عندها الزهايمر. انا المراه عندي واخدها من واحد البلد اللي هما محشوميه ما كنعرفش لا الديول تاع السبيطار لا الداوي لا تقدا لهم. اولادي كيشوفوني كنبكي كيتالموا تيبقاو يبكيو كيمشيو للمدرسه حتى القرايه ما كيقراش. تعاود تتعيط ليا الاستاذه كتقول لي ولادك مالهم اليوم اشني غنعاود نقول ليها انا باهم راه هو اللي مدمرهم هو السبب. هما ما عارفينش ملي كيقول لك بابا واش علاش اليوم كليتي ما تغديتي ما فطرتي ما تعشيتي اشتو غنقول لهم انا ولدي لقاني كنبكي قال لي بابا مالك قلت لي ولدي انا غادي نموت. مشى هو قز راسه قال لي بابا نموت قبل ما تموت انت بانني انا ما عنديش واحد من غيرك انت اللي كيصرف عليا وكل شيء. فعمره 12 سنه تخيل دابا انا عندي 4 اولاد ما عارفش ان ديك الحنان ديال الاب دابا تجي عندي بنتي تبغي تعنقني ما عند انا كنحس براسي ميت ما تنكرش نقول صراحه ميت. المراه ملي كتهضر معايا انا ما غايب انا ما حاضرش ما كاينش. دابا المراه ولات ما عارفاش راسها واش انا باش مضرور واش انا اشنو فيا. صبرت حتى هي صبرت 12 سنه في العام يلاه الولد الاولاني زاد الولد الثاني الولد الثالث الولد الرابع ما عارفش انا يا ديك الحنانه اللي نعطيهم ديال الاب. حيت انا مدمر انا وصلت النقطه ديال الانتحار انا تحكم الملف عندي ضدي المدني ضدي في استئناف في شهر 7. انا قررت حتى كتبت استقاله ديالي للخدمه نويت غادي نجي للمحكمه غنجي. يعني علاش عندي الوثائق ثابتين عندي الوثائق شريت من عندهم وصرفت فلوس عليهم وكل شيء
خلص كل شيء. علاش يحكموا ضدي انا؟ اشنو داير انايا؟ ما بقاش عندي. صبرت العام الاول قلنا المحكمه غدير الراي ديالها. صبرت العام الثاني 12 سنه راه انا 12 سنه عانيت فيها بكيت غادي في الطلب لكن بكي. جاوني انا بعدا كاينيا اربعه د البروسيات دست في الصطوب الاحمر ما كيبانش ليا. دست في اقسم بالله في الصطوب الاحمر وما عارفش حتى فين غادي. هاد المعاناه ديالك انا معاك سي محمد. الا كان ممكن تساعدني شويه في الاسئله باش نعرف. انا عارف الوضع ديالك الله اللي عندك. هذاك العقد هذاك خزنا من ولادي ومن مراتي. عندي نقاطي نقطات ديال باش هما اللي تيكالموني. حيت دوك النقطات اللي ما درتهمش غادي شي كارثه في الدار. وزلت النقطة وصلت النقطة قلت انا غادي نموت وخلي ولادي برايا. بغيت نموت انا وياه. وصلت النقطة باش نموت انا معك بحال كنحس بحال غنسافر انا ولادي. انا وصلت النقطة غنموت كيفاش غنخلي ولادي برايا؟ واخ اصبر وساعدني الله يستر عليك. مشاهدينا الكرام هذا هو واقع الحال ديال هذا الملف. كما قلت في السابق لم أبالغ في الكلام. من أصعب الملفات اللي تناولت نفس الطريقة اللي كان كيحكي معايا فيها في القصة قبل من التصوير. العامل النفسي عنده إشكال كبير في الموضوع. هاد النهار الأول اللي كتبتي معاهم محمد علاش كتبتي معاهم بلا عدول بلا والو؟ درتو هادي دابا هادي ورقة شديتو درتو اتفاق كتبتو عند 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 كاتب عمومي وقال لي زيتو وفيه هنا راهما تيعترفوا بالفلوس اللي عطيتيهم. هادشي راه كاين انا كنشوف العقد هنا. علاش ما مشيتيش عند النوطير ولا لا عارفش؟ قال لك انا هما في الاول قال لك مشينا عند النوطير غيطلبنا شي وثائق خصنا نجمعوهم وحنايا غادي لبرا وغنشرو داير الموعد مع النوطير اللي في ايطاليا باش غادي نكتبوه. قال لك ها انت هالوكاله هالعقد هالوكاله الوكيله كاتب فيها بانني غادي عند المحافظ. قال لك لا خصك شي حاجه عطوني. ها هو كان عنده غير روسي كان باقي دابا على لاكار ديالو في ايطاليا باقي ما خداش انجليزيه ليا الاصلي راه باقي المحكمه. هي عطاتني مرات وعطاتني العقد وعطاتني الوكاله مفوضه وعطاتني الفوتوكوبي ديال لاكارت ايغاليزي قالت لي باش لمشيتي المقاطعه هادو ملي ياخذوا لك. انا تيقت انا ما عارفش انا ما كبرتش هنا. انا عندي عقد كتب لي كاتب عمومي في المقاطعه الانجليزيه. نسولك وانت صريح مع الناس انت ما قريتيش ما قريتش؟ انا ما عمري دخلت المدرسه لو كان دقيقه لو كان الكرسي جلس فيه دقيقة. يعني دابا هادشي اللي مكتوب هنا ما عارفوش انت؟ ما عارفوش. عطيتيهم 90 مليون. 90 مليون اللي عطيتهم انايا 90 مليون الحانوت 40 والشقه 50. وقبل من في الاول كنت كاري ما عندهم هالعقد الكيراء. ها هو عقد الكيراء. ها هو درت هذا القيراء نهار 15/10/2010 وغينتهي نهار 15/5/2011 مدة السنة. انت علاش في الاول بديتي معاهم عقد كيراء عاد درتوا عقد البيع؟ انا كنت غير كاري. انا غير كاري باش غادي في نجلس انا وليداتي اللي كتجيو في الصيف وغادي نقلب شي حاجه اللي غادي نشري. طرحوا عليا قال لي انت دابا كاري وغاتشري نبيعوا لك هذه الشقه الا بغيتيها. انا عجبتني شريتها من عندهم. من بعد ربع شهور من بعد العقد الكيراء شهر العقد ها واخذيتهم عندهم نهار 28 شهر 7 شهر 6 2010 والعقد مديور نهار 15/10/2010 ربع شهر. هما ما عرفش هذا السبب وهذه المحكمه اللي اعتقلتني انا هذيك 3 شهور اش من سبب واش اش من شي وثيقه كتثبت بانني انا كنستاهل نتعتقل. هذا اعتقال اولا حاجه المجتمع ما كيرحمش ملي كيشوف واحد الشخص دخل السجن ما تيقولوش شنو الوثائق اللي عنده اش باش انا ما عندي حتى شي حاجه. نعم حياتي في الاخير خديتي البراءه في الحكم. انا في حسن السيره عندي بلا في المغرب نقي ولا في اوروبا نقي. كون ما كنت عندي حسن السيره نقي ما غيعطونيش جواز سفر اوروبي. انا عندي الجنسيه ايطاليه ومغربيه بجوج. انا ما لغيتش الجنسيه ديالي احتفظت على مغربيه وعندي جنسيه ايطاليه. نسولك حاجه اخرى قلتي لي الاخوان ديالك والاخوات ديالك انت اللي ديتيهم والكونترات وخسرتي يعني الفلوس حتى كلشي تجوج كلشي ولد. من بعد قلتي لي ما كاينش اللي عقل عليا. ما كاينش اللي عقل عليا بانني انا واحد النقطه بغيت لاحظتها. الناس كيفاش كون عايش في المغرب في شكل ملي كيمشيو لاوروبا كل واحد كيشوف راسي ما عقلوا لي لا على انا ولا على والديا ولا على الاب ديالي. عندي الاب ديالي سنتين ماشي شهر ولا شهرين سنتين هو شاد الفراش ما كيدويش كياكل غير بالماكينه
كيعطوني داك السبيطار واحد الماده كنديروها لي فواحد. انت اللي ديتي الطالي؟ انا اللي ديتو تجمع عائلي، ديت با وديت الام ديالي في 2000. انا ما فكرش ندير شي حاجه لراسي، وفكرت نسوف في خوتي انا عايشين في الفقر. انا اختي كانت عندي اختي، تيقول لي الناس مات لها ولدها، اختي مات لها ولدها بسبب كتخدم في الجرده، كتحط في الشمس، وكتمشي تجني مطيشه واللوبيا، مرض ليها، مات ليها في الدار الفقر. انا كنبكي وتنعاني، كنصيفط كنخدم شويه نصرفو، وشويه صيفطو لبا، وشويه صيفط خواتاتي اللي مزوجين كنصيفط ليهم باش يحاولوا. قلت لهم خواتاتي ما تبقاوش تخدموا، قلت سوف ديوركم. وهذوك اللي مزوجين كيفاش تديتيهم انت لبرا؟ ديت الراجل وديت المراه، ديت اختي وديت لي راجلها، ملي وصلوا للماكينيه داروا تجمع عائلي وداو ولاد مقاصرين. واختي اخرى كان عندها ولدها فايت 18 سنه، صيفط لي كونترا هو، وصيفط لها كونترا هي، وصيفط كونترا راجلها. ملي وصلوا للماكينيه ولادهم الصغار داروا تجمع عائلي، عندهم حق وداوهم. انا صيفط الكبار اللي هما ما عندهمش حق يمشيوا بالتجمع عائلي، صيفط بالكونترات، ومن بعد لي قاصرين صايبنا لهم وجاو للماكينيه. الوالد عندي انا ملي طاح في الفراش عنده تشلل وعنده الزهايمر مدة سنتين، انا عامين ندير لي كوش، انا عامين تبدل لي، انا عامين كندوش في الفراش، ما كيهضر ما كيتمشى، شاد الفراش ديالو. انا عندي خوتي ملي طاح، والوالد ديالك توفى؟ توفى في 2015. انا سنتين ما خدمتش، سنتين عندي واحد البركه الجامعه كنهزها وكناكل منها، كنهزها وكنصرف منها. انا اش قلت؟ عندي الاب ديالي ما ولدني كيتمنى الخير من ولاده. قلت انا لو كان نموت حداه هنا بالجوع، لو كان نموت حداه هنا بالجوع ما نتخلاش على ابو ديالي. المراه كانت مسانداني في جنبي، انا هي مقابله الوليدات، وانا كنبات فايق انسان ملي تيكون مريض في اي لحظه كنعبر لي الاكسجين، عند الماكينه ديال الاكسجين وعند الماكينه ديال الماكينه ديال الماكله، ما يمكنش تغيب عليه دقيقه، ما يمكنش. حتى كنغمض في الكرسي ديالي هكا شويه، كتقول لي المراه ديالي سير تكا واحد ساعه ولا نص ساعه انا غادي نقابله. وليت انا سهران انا عليه وسهران انا المراه عليه، ما خدمت مده سنتين. تخيل كملت البركه اللي عندي وتسلفت شي بركه من جهه اخرى بالمقابل، تسلفتها باش ما نقدرش نمشي نخدم شي خدمه ونخلي الوالد ديالي. حتى توفى الوالد ديالي، الوقت توفى توفى ليا بين الديه، كنقلبوا يومين ساعتين على اليمين وساعتين على اليسير وساعتين على ظهره، كرشو ما نقدش حنت فيها التيو. وفي كل غب يومين ونهار الثالث كندوش ليه، انني كيجوا واحد المراقبين ديال الدوله كيشوفوا داك الشخص واش مهتم به او لا ماشي مهتم به. انا الوقت اللي داز سنتين في هذاك الصباح تنعقل عليه، نط دوشت ليه، حسنت لي راسو، قاديته غادي نقلبوا عليه الضو اليمينيه، مات ليا في الديه. الوقت لي غيموت غوت على المراه، قلت لي عتقي لي باش شهدي ليه، انني انا طحت شهدت ليه، وقت شهدت ليه عيطوا على بيلانس. انا فقت، لقيت راسي مربوط، لقيت راسي مربوط في السبيطار. داك لي براوات لسببات اللي فقت الاب ديالي، وكنت في معاناه باش نعاوش ليهم هذه المعاناه اللي داروا عليا هاد الناس، اللي انا الشزن دوزت في الشزن وخليت با مريض مورايا. ملي خرجت لقيت الاب ديالي طيح بلا خدمه، كنصرف على الملف، ما عيني واش تفكر الوالد، ما عيني واش تفكر انا عاطل ما نقدرش نخدم تخلي على الوالد، ما عيني كيلفاش الملف عندي فين وصل. وليت انا درجه معززه حتى بقيت عايش في كل لحظة، في كل لحظة، في كل لحظة، في كل لحظة تنقول أنا أشنو غندير؟ غنقص راسي. لا ما تقصش راسك إن شاء الله، واخا غادي تعاود، واخا ماشي عام ولا عامين ولا ثلاث سنين، صبرت راسي لراسي، كنتخبى وكنبكي. وبحد اللحظة كتجيني مفاجأة وسط ولادي كنبكي، كتجيني مفاجأة وسط ولادي كنبدا نبكي. المرأة حتى هي كتصدم، كتصدم كتصدم، علاش ما عرفاش كيفاش هاد الناس ناصبين عليا. هي هذيك المراه اللي خدي وقت، انا ماشي من داك النوع اللي هي كتخرج وكتعرف اوراق وثائق من دارهم، جات للدار عندي ما عارفه غير
مصاريف. هادشي السي محمد قلتي لي في الاول دويتي عند الزوجه ديالك غادي تساعدني، غادي تقول لي دابا المآل ديال هاد الملف فين وصل الان. الجنحي توفقتي فيه، خديتي انت البراءه وتحكم لصالحك. المدني فين وصل؟ انا عندي جوج ملفات جنحيين. الملف الاولاني الجنحي اللي كنت معتقل به تحكمت في الابتدائي البراءه، في السينا في البراءه، وفي النقد بالبراءه. درنا حنا عليهم دعوه جنحيه بانه هما اللي نصبوا عليا، تحكمت لصالحي، تحكمت الابتدائي بثمانية اشهر والغرامه 4 مليون لكل واحد منهم، وتحكمت عليهم تحكمت عليهم في الاستئناف لصالحي، وتحكم في النقد لصالحي. درنا حنا مقال افتتاحي ديال الغاء الهيبه واتمام البيع بحضور المحافظ، بحضور المحافظ، وعندي كاع الوثائق ديال حضور المحافظ، ودرت تقييد احتياطي في المحافظه باش ما يمكنش لهم هما يفوتوا داك الاعقارات ديالهم باقي لحد الان. داب المدني بقى واقف موقفين، ما عرفتش علاش، حيت انا ما عارفش وما تيكون تاجلوا من 3 اشهر 4 اشهر، ما كيدوز العام تيخرج من المداوله، ما كيدوز المداوله حتى دوزوه في 2017 تحكم ضدي الغاء العقود لسبب اش العقود. انا فلوسي ورزقي اللي سهرت عليهم وتكرفست عليهم وضربتهم تماره، حكموا ضدي، خلاه في المحكمه بقى مليوح المحامي، ما عرفتش كيفاش، علاش ما استانفوش، وداس واحد المده ملي استانفوه في 2021 بقاو جلسات تاجيل حتى 2022 في شهر 7 في الاستئناف تحكم تأيد الحكم ضدي. انا قلت صافي بالنسبه لي، انا انتهت الفين لافان ديالي، انتهت صافي. انا ملي تحكم في شهر 7 في شهر 8 قلت الخدمه ديالي انا غادي نسافر، ما غنرجعش. قلت لولادي صبروا، غيخلق اللي خلقكم هو اللي غيقضي بكم، انا راكي غير مسخر لي لكم، انا ما كنعطيش وما كناخذ، اللي ربي كان مسخرني لكم، ربي غيكون بجنتكم، انا غادي نموت. انا حنت واخا انا معاك. علاش بغيت تمشي للموت؟ علاش بغيت تمشي فيك اللحظه؟ دابا اعطيني حلول، انا ما غنقبلش معاك هذا التحليل، انا حاس بيك ولكن غير حاول انت تساعدني الله يستر عليك. انا غنناقش معاك غير المدني فين وصل، باقي النقد ديالو، باقي النقد. انا دابا باقي الملف، باقي الامان، هو اللي باقي عند الامان. انا كنوجه نداء الراي العام، لكن شي حد يصوفيني، انا القانون ما عارفوش، انا القانون ما عارفوش، بقات عندي النقد فقط. هما دابا كيقلبوا باش يبلغوني باش يولي حكم نهائي يفوتوا العقارات ديالهم. محمد انا معاك وغادي نستمر معاك في الملف، انا معاك، والمغاربه غيشوفوا الفيديو وغيحسوا بك اكثر. بقى معايا مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا محمد كيروي القصه ديالو، نتوما فهمتوا الموضوع بشكل كبير وشفتوا المعاناه ديالو في خضم الموضوع فيما يخص الدعوه المدنيه. لا زالت مراحل التقاضي، باقي بطبيعه الحال القرار ديال محكمه النقد، وهنا غادي يكون الدور ديال الناس ديال المجتمع المدني وكذلك الجاليه المغربيه انهم يساعدوا محمد في الشق النفسي وكذلك التتبع ديالو من هذه القضيه، كما لا زال لنا الثقه في القضاء المغربي انه يشوف هذه القصه ويبحث ما امكن، ولكل ذي حق حقه. أين هي مكامن الخلل بالنسبة لي هو في هذا الملف أو الطرف الثاني؟ نحن يلزمون الحياد لأنه ننقل الحقيقة والمعطيات حسب ما يروي المتضرر، كما الطرف الثاني له وجهة نظر أخرى، ويبقى القرار في الأخير بيد القضاء. الشك الإنساني هو اللي بغيت نناقش. محمد مشى لبرا 15 سنة، دار خطوات إيجابية، حنين، خوته ذكورا وإناث، اهتم بالأب يبحث عرض الله ورضا الوالدين. الأم ديالو عندها حوالي 74 سنة، اللي مهتمة بها هي الأم، هي الزوجة ديالو، وعنده وليدات، وهو متضمر سنين طوال، وهو يعمل من أجل أن يوفر واحد السكن لائق في المغرب لوليداته. صدمة اللي تصدم عكست ليه الأمور، ما هو أسوأ بكثير. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.